بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على قناة خفي الشبكة العنكبوتية. سوف نرى كيف يمكن إصلاح فرامة اللحم بعد توقفها المفاجئ، حيث فرامة اللحم توجد فيها عدة أعطال وعدة أعطاب. سوف نرى سويا كيف يمكن إصلاحها واكتشاف الخلل الخاص بالفرامة الموجودة لديك وإعادة الحياة إليها وإعادة اشتغالها من جديد بدون أن تكلفك بعض الأموال، لأن بتكلف نوعا ما أموال يعني تعادل تقريبا حتى ثمن هذه الفرامة. كيف يمكن أنك تصلحها في المنزل بدون أي خبرة سابقة؟ المهم، إذا كانت هذه مرة تشاهد القناة الخاصة بنا تضغط على زر الاشتراك من هنا، أيضا دعمنا بلايك ومشاركة على جوجل بلاس. لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع انزل أسفل هذا الفيديو تجد إضافة تعليق أو كومنت حط المشكلة الخاصة بك وقت نشر، وإن شاء الله سوف أقوم بالرد عليكم بشرط من أونلاين 24/24. بس أريد التنويع لأمر قبل أن ننتقل للشرح العملي، وهو يجب عليك دائما وأبدا أثناء فك أي قطعة إلكترونية أنك أنت تنتبه أو تتقيد بال المبدأ الإلكتروني في فك وتركيب القطع الإلكترونية، وهو إن ما فيش حاجة بتركب مكان حاجة وما فيش حاجة بتركب بالضغط. فلذلك كن حذر وانتبه يعني جيدا إنك أنت هناك بعض القطع البلاستيكية مثل الأزرار عندما تقوم بنزعها طبعا بيكون فيها بعض الأسنان من الجانب اللي هي بتركب مثل السكة، لذلك ما تروحش يعني كسرها، لأن أي كسر بسيط جدا راح يسبب لك في خلل واهتزاز في الأزرار. المهم، انتقل مع الآن لعملية الشرح العملي. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على قناة خفي الشبكة العنكبوتية. سوف نرى اليوم كيف يمكن حل مشكلة فرامة اللحم التي لا تشتغل. طبعا زي ما انت شايف من هنا في الكهرباء شغالة، طبعا في الكهرباء زي ما انت شايف، لكن دون أي استجابة في الفرامة أبدا بشكل نهائي. المهم، سوف نقوم الآن طبعا بفك الأجزاء هذه الداخلية وإصلاح العطب. أول نقطة طبعا سوف تقوم بفكها بشكل عادي طبعا، بس تكون دقيق دائما في عملية الفك. عملية الفك والتركيب دائما تتبع المبدأ اللي بيقول ما فيش حاجة بتركب مكان حاجة وما فيش حاجة بتركب بالضغط. لذلك تمام، الآن طبعا سوف نقوم على فك طبعا البراغي الموجودة طبعا في أسفل الفرامة بشكل عادي جدا. بتتأكد في بعض الأحيان طبعا ممكن تكون توجد بعض البراغي تحت الستيكر الموجود، دائما وأبدا طبعا تتأكد من أن هي تكون غير موجودة. تمام، أيضا بتشوف الأرجل هذه إذا كان طريقة فكها، إذا كانت تفك، ولكن في بعض الأحيان طبعا بتتفكش. المهم، الستيكر هذا دائما وأبدا بيوضعوا تحته في بعض الأحيان برغي، بيكون عليك أن تتأكد أنه مش موجود تحته شيء. تمام، الآن طبعا سوف نقوم بفك هذه الفرامة طبعا بشكل عادي، لأن بعض الناس طبعا بتحاول تشغيل أو إصلاح هذا الجهاز بشكل كبير جدا، ولكن الأعطاب الخاصة به كثيرة، لذلك سوف نقوم اليوم بعملية الفك. تمام، زي ما انت شايف. المهم، تتأكد هكذا من عملية الفك الكامل بشكل كامل. تمام، هنا طبعا هذه البكرة اللي انت شايفها هي اللي بتعمل على تدوير الشريط البلاستيكي اللي بيعمل على تحريك الشفرات لكي تفرم اللحم. المهم، الآن طبعا أيضا سوف تقوم بفك براغي، تفكها بشكل كامل وتتأكد من الوصلات الموجودة هنا. هذه أول شيء بتتأكد منها الوصلات إذا كانت طبعا يعني متصلة أو لا. أيضا الشكل هذا اللي أنت شايفه من هنا يحتاج في عملية فكه إلى نوعا ما يعني من الحركة اللي هي بيكون نصف دائرة، حتى تكبسه كبس وتقوم بالخلع يعني عن طريق الخلع، وليس يعني طريقة الفك الخاصة به هي عن طريق الخلع. تمام، الآن أيضا سوف تقوم بفك القطعة هذه بشكل عادي جدا. أيضا تقوم لا بس يجب عليك طبعا الانتباه إلى الدروس الخاصة بالسلك يعني، أو السلك يعني الحديد اللي بيدور فرامة اللحم أو شفرات فرامة اللحم. تمام، تقوم أيضا بوضعها هكذا، تتأكد أنك أنت ما تضيعش أي شيء خصوصا الكروس الخاصة بالتفريم. أيضا بتقوم طبعا بفك جميع البراغي اللي بتجدها في طريقك، بس دائما وأبدا طبعا إذا كانت البراغي هذه يوجد منها أحجام أو أشكال مختلفة، فبتحط كل شكل معين تتذكر مكانه وبتحطه في مكان لوحده. بس هو حاليا القطعة اللي عندي جميع البراغي الموجودة فيها يعني من نفس النوع من نفس الشكل،
ما فيهاش اي مشاكل. تمام. ايضا طبعا بتتاكد دائما وابدا لو ضل كابس يعني مازال في شيء يحتاج الى الفك او يحتاج الى الخلع. تمام. طبعا عملية الفك عن طريق هكذا تقوم بخلعه الأعلى بعض الأحيان. تتأكد يوجد أحيانا بعض الفلتات أو بعض الأشياء يعني الكهربائية اللي بتكون كابسة بشكل معين ممكن تقطعها، لذلك الخلع أو الرفع حيكون بحذر نوعا ما. تمام. تمام. الآن طبعا قمنا بخلع أو نزع الغطاء بشكل عادي. من هنا طبعا تقوم بوضع يعني الأجزاء اللي ما بتحتاجهاش أنت بتقوم بوضعها. طبعا هذا هو الموتور الداخلي أو المحرك الرئيسي اللي بيحرك الستيكر اللي من خلالها هي بتحرك الشفرات اللي بتعمل على تقطيع اللحم. تمام. من هنا هذه المروحة طبعا بتقوم بالتأكد من ان هي راكب فيها الكهرباء او الوصلات، بتكون دائما وابدا متأكد ان هي بتشتغل. تمام. يجب عليك ايضا التأكد من بعض، بتلاحظ اذا كان يوجد اي شيء مثلا فيوز او اي شيء محروق او شيء من هذا القبيل. طبعا الفيوزات عندما تكون محروقة مثل هذا الفيوز طبعا اللي انت شايفه من هنا، دائما بتجد فيه اصفرار اما على الجنبين او تجده منتفخ. طبعا اريد تنويع لان معظم الاعطال الخاصة بهذا النوع من الجهاز الفرامة بيكون في ان القطعة الكهربائية هذه يجب عليها ان هي تكون لامسة في ما يسمى بالسباسلي الداخلي لكي تعطيه الشحنة الكهربائية اللي بتعمل على لف المروحة اللي من خلالها بتعمل على لف القطعة هذه وبتحرك لك الشرايح. تمام. المهم تأكد ان القطعة هذه السوداء تكون لامسة المحرك الرئيسي. طبعا هذه هي القطعة اللي في الجانب، يجب الانتباه جيدا، هذه يجب ان هي تكون لامسة من الجهة الاخرى في في السباسلي او في المحرك الرئيسي، الله اعلم الاسم الخاص به. تمام. الان طبعا دائما وابدا هي معظم يعني الاعطال الخاصة بهذا الموضوع بتكون عن طريق اما الفيوزات او السباسلي، بيكون فك شوية وبيكون ابتعد عن المحرك الرئيسي وما عادش فيه كهرباء بتعطي شحنة كهربائية للمحرك الرئيسي. المهم بتقوم بدفع طبعا اذا كان نفترض على سبيل المثال وجدت انت القطعة هذه اللي هي شفناها سباسلي بتكون غير لامسة، فالحل انك انت تمام. الحل طبعا زي ما انت شايف هنا خلص، الحل انك انت حتقوم بدفعها بمفك براغي الى الداخل وخلاص راح تشتغل لديك القطعة الكهربية. طبعا يجب انك انت تدفعها بقوة نوعا ما شوية الى ان تأكد ان هي لمست طبعا من الجنبين، يجب ان هي تكون لامسة من الجنبين. هذا هو طبعا معظم الاعطال بالاضافة الى الخيوط يعني الكهربائية الوصلات، وخلاص هذه هي لا اكثر ولا اقل، بتتأكد ان هي مشتغلة بشكل كامل.
الآن عملية إرجاع التجربة أو عملية إرجاع الخطوات أو عملية إرجاع الكفر الخارجي راح ترجع بشكل عادي جدا مثل ما قمت بفكه. تمام. ايضا الازرار اللي في الاعلى راح تقوم بفكها من هنا، لان بتكون ممكن الازرار اللي في الاعلى بتكون الخيوط الخاصة بها اللي بتوصلها طبعا الكهرباء بتكون فالتة، فلذلك حتقوم بفكها ايضا من هنا. يجب عليك انك انت تقوم بفكها لكي تقوم بفك يعني الازرار بشكل كامل. تمام، هذه هي الازرار اللي اذا فكيت انت البراغي يجب انك انت تتأكد طبعا من الوصلات اللي هنا اذا كان راكبة جميعها بشكل كامل او لا، بس غالبا زي ما قلت لك هي اما قطعة سباسلي او الوصلات هذه، هذا فقط الاعطال الاكثر شيوعا يعني نسبة 99%، هذه هي الاعطال اللي بتحدث في فرامة اللحم. اوكي، الان طبعا سوف نقوم بارجاع الخطوات، ارجاع طبعا الفرامة الى وضعها الطبيعي. الآن طبعا سوف نقوم بتجربة الفرامة بعد كل عملية الصيانة وعلاج جميع المشاكل. الآن سوف نبدأ على بركة الله في تشغيل الجهاز ونستمع إليه. الآن قبل ذلك لا تنسى دعمنا بلايك ومشاركة على جوجل بلس واشتراك في القناة إذا كانت هذه أول مرة تشاهد القناة الخاصة بنا. الآن على بركة الله سوف نبدأ في تشغيل الفرامة. تمام، زي ما أنت شايف الفرامة الآن شغالة وخلاص، سلام.